السلام عليكم ورحمة الله. لما تقرر تشتري مية ريداتير لسيارتك هتلاقي في المحلات عشرات الأنواع والأصناف، وهتلاقي أسعار متفاوتة، اللي غالي واللي وسط واللي رخيص، وكل نوع مكتوب عليه مواصفات فنية كده وحاجات آخر جمال، وبتبقى أنت محتار يا ترى أنهي مواصفات مناسبة لسيارتي. خد المفاجأة دي، 50% من المية اللي موجودة في السوق المواصفات اللي مكتوب عليها مغشوشة. وفي الفيديو ده هعمل 4 اختبارات، اختبار هيوضح لك اي انواع المية قدرتها على التبريد اعلى من غيرها، واختبار تاني هيوضح لك اي انواع المية بالفعل معالجة ضد الصدأ، الاختبار التالت بقى هو الاختبار الفضيحة، لان انا استخدمت فيه الجهاز ده. الجهاز ده انا مسميه الفضيحة لان ده اللي بيكشف لك تركيز المية الفعلي. يعني مثلا شركة تكون كاتبه لك ان تركيز المية دي 25%، تيجي تختبر تلاقي 4%. اخر اختبار بقى انت بنفسك ممكن تعمله في المنزل، وهيوضح لك حاجات كتير وهيكشف لك حاجات كتير. التلت الاخير من الفيديو هيكون بيوضح لك غلطة انت نفسك ممكن تكون بتقع فيها بدون ما تقصد اثناء ما بتغير مية الريداتير. كفاية كده كلام، وخلينا نتنقل للجزء العملي. نبدأ التجربة ومعانا 4 أنواع من المية: مية ألماني ومية كندي ومية مصري ومية تركي، ودي أدوات التجربة والاختبارات. هفتح البرشام بتاع أول نوع مية واخد حقنة واسحب عينة من المية وافضيها في أول دور على اليمين واركن الحقنة واقفل العبوة، وده تاني نوع مية اللي هي كندي، وزي ما انت شايف متبرشمة ومقفولة. هقطع البرشام بتاعها وهاخد حقنة تانية جديدة واسحب عينة من المية وافضيها في تاني دور على اليمين واركن الحقنة واقفل العبوة بتاعة المية، ودي تالت نوع مية معانا اللي هي مصري. هفتحها الاول وزي ما انت شايف برضو مقفولة ومتبرشمة. هقطع البرشام بتاعها وهاخد حقنة تالتة جديدة واسحب عينة من المية وافضيها في تالت دور على اليمين واركن الحقنة واقفل عبوة المية، وبرضو العبوة الرابعة زي ما انت شايف مقفولة ومتبرشمة. هقطع البرشام بتاعها واخد اخر حقنة واسحب منها عينة وافضيها في رابع دور على اليمين واقفل العبوة، ودي مية شرب عادية من الحنفية. هفضي شوية هنا وشوية هنا، وبعدها هضيف لون اخضر واقلبه في المية علشان اعمل مية تبريد مغشوشة، وهلف علشان انزل الكاميرا. لما لفيت انزل الكاميرا لقيت المية المغشوشة اللي انا عملتها لونها غامق شوية، رجعت تاني ودلقت شوية منها ورجعت ضفت عليها مية من الحنفية لحد ما خدت اللون الاخضر الفاتح، وهلف انزل لك الكاميرا واقربها علشان نبدأ نعمل الاختبارات. وخليك فاكر ان دي مية حنفية ودي مية حنفية مضاف عليها لون، يعني مية مغشوشة. واول حاجة هنختبر هي قدرة المية على التبريد اسرع من غيرها، ودي بنعرفها من قياس الـ EC، وهي اختصار لـ Electrical Conductivity، وهي درجة التوصيل الكهربي للمية. كل ما زادت درجة التوصيل الكهربي للمية كل ما كانت قدرتها اسرع على نقل الايونات، وبالتالي قدرتها اعلى على التبديد الحراري او التبريد. نبدأ بمية الحنفية، وهظبط التستر الاول في الدورة علشان تشوف النتيجة بشكل اوضح علشان الانعكاسات اللي بتحصل. مية الحنفية مدية قراية 262. نفضت التستر من المية والقرايات اصفار زي ما هو واضح، ونتنقل لمية الحنفية المغشوشة اللي ضفنا عليها مادة كيميائية للتلوين، هنلاقي القراية 318. طلعت التستر من المية ونفضته كويس، ونروح لأول مية ريداتير عندنا اللي بيقولوا عليها تركي، مسجلة 280. رفعت التستر ونفضته كويس قبل ما احطه في المية المصري، وهنلاقيها مدية قراية 362. رفعت التستر وبرضو نفضته وحطيته في تاني مية من على اليمين اللي هي الكندي، مدية قراية 70. عدلت التستر في مكانه كويس علشان تكون القراية واضحة وبرضو مفيش فرق يذكر. وللمرة الاخيرة شلت التستر ونفضته كويس من المية قبل ما احطه في المية الالماني بتاعت ليكوي مولي، وهنا هنلاقيها مدية قراية 2964، وطبعا في فرق مهول في القرايات. ونتنقل لتاني اختبار، وهو هل مية التبريد معالجة ضد الصدأ ولا لأ؟ ودي بنعرفها عن طريق قياس نسبة الاكسجين الزائد في المية، لان المعدن اللي بيصدي في المية بيصدي نتيجة الاكسجين الزائد في المية، فكل ما كانت النسبة دي قليلة كل ما كان معناه ان الشركة الصانعة للمية عالجت الموضوع ده في المية بتاعتها علشان تمنع الصدأ. نبدأ اولا بمية الحنفية، وخليك فاكر احنا بندور على اقل قراية اللي هي اقل نسبة
النسبة للأكسجين الزائد في المية، وهسرع الفيديو علشان هسيب التستر جوه المية حوالي 4 أو 5 دقايق لحد ما القراية بتاعته تستقر، وبعد 4 دقايق تقريبا مية الحنفية مسجلة 644. طلعت التستر ونشفته بمنديل ورق كويس قوي قبل ما احطه في مية الحنفية المغشوشة اللي انا عملتها، وبرضه هسرع الفيديو وهسيب التستر حوالي 4 دقايق، وبعد 4 دقايق هنلاقي المية المغشوشة مسجلة 298. ونفس الخطوات، طلعت ونشفت كويس من اثر المية وحطيته في اول مية تبريد من على الشمال اللي بيقولوا عليها التركي، ونفس زمن الانتظار برضو حوالي 4 دقايق، وبعد 4 دقايق هنلاقيها مسجلة 325. نفس الخطوة، طلعت التستر ونشفته كويس بالمنديل الورق وحطيته في تاني مية ريداتير من على الشمال اللي هي المصري، وبعد مرور حوالي 4 دقايق تقريبا عشان استقرار القراية هنلاقيها مسجلة 318. نفس الخطوات، تنظيف وتجفيف للتستر قبل ما احطه في تاني دور من على اليمين بتاع المية الكندي، وبعد مرور 4 دقايق تقريبا زي باقي انواع المية هنلاقيها مسجلة 300. وللمرة الاخيرة وبنفس الخطوات، تنظيف وتجفيف بالمنديل الورق قبل ما احطه في اول مية من على اليمين اللي هي ليكو مولي الالماني، وبعد مرور نفس ال4 دقايق تقريبا زي باقي انواع المية هنلاقيها مسجلة 100. دي كده اقل قراية، ومعناها ان المية معالجة ضد الصدى بشكل كويس جدا. نروح بقى للريفراكت ميتر، او زي ما انا مسميه اللي بيفضح الدنيا، لان ده التستر الوحيد اللي بيقول لك تركيز مية الريداتير فعليا كام في المية بعيد عن اللي مكتوب على عبوة المية، وهقربه لك علشان تفهم طريقة شغله قبل ما نبدأ نختبر. اللي على الشمال ده بيقيس لك تركيز مية البطارية بتاعة السيارة، واللي على اليمين بيقيس لك مية المساحات، اللي في الوسط هي اللي تهمنا وهنشتغل عليها، ودي بتقيس لك نسبة الإيثيلين جلايكول أو البروبلين جلايكول في مية التبريد اللي احنا بنقول عليها تركيز المية كام، اللي هي 10%، 20%، 30% وهكذا. طريقة استخدامه انك بتحط بضع قطرات من المية اللي انت عايز تختبرها وبتقفل عليها، وبعدها بنوجه العدسة بتاعته على عدسة الكاميرا علشان انت تعرف تشوف تركيز المية كام، وده تركيز المية المغشوشة اللي انا عاملها. الخط اللي تحت ده معناه صفر، تركيز المية صفر، وده موضوع طبيعي لانها مية مغشوشة انا عاملها على ايدي. جبت منديل علشان اجفف بيه الريفراكت ميتر كويس قبل التجربة التانية، وبقطرة جديدة سحبت عينة من اول مية التبريد على الشمال اللي بيقولوا عليها تركي، وحطيت بضع قطرات عليه وقفلت على المية، وهقرب لك علشان تشوف النتيجة اوضح. النتيجة اللي طلع قدامي بتقول ان المية دي التركيز بتاعها 0.5%، نسبة الإيثيلين جلايكول او البروبيلين جلايكول 0.5%، دي النتيجة اللي طلع قدامي. وعلى فكرة العبوة نفسها مش مكتوب عليها نسبة تركيز. هفضي المية اللي عليها وبمنديل همسح سطح الاختبار كويس جدا، وبقطرة جديدة هاخد عينة من المية المصري وهحط بضع قطرات على سطح الاختبار وهقفل عليه، وبرضو هقرب لك الجهاز على الكاميرا علشان تشوف النتيجة. التركيز اللي ظاهر قدامي بيقول ان المية دي تركيزها اقل من 2%، مع ان العبوة نفسها مكتوب على ظهرها من ورا ان تركيز الإيثيلين جلايكول من 5 ل 15%. خلينا نتنقل للمية اللي بعدها. فضيت المية من على السطح وبمنديل ورق جففت كل اثرها، وبقطرة جديدة سحبت عينة من المية الكندي وحطيت بضع قطرات على السطح وقفلت عليها، وهقرب لك الجهاز علشان تشوف معايا النتيجة طالعة كام. لو ركزت هتلاقي التركيز اللي طالع بتاع المية دي يدوب 1.25 أو 1.2. العبوة نفسها مكتوب عليها ان هي مخففة مسبقا 5%، يعني ان هي جاهزة للاستخدام وتركيزها 5%. نزلت المية من على السطح وبالمنديل جففت كل اثرها، وبقطرة جديدة سحبت عينة من اخر مية معانا وهي ليكويمولي الالمانية، وحطيت بضع قطرات على السطح وقفلت عليها، وهقرب لك الجهاز برضو علشان تشوف معايا النتيجة طالعة كام. نسبة التركيز 20%، اخيرا لقينا مية عليها القيمة، والمواصفات اللي مكتوبة على العبوة من برة مطابقة للمواصفات الفنية الحقيقية بتاعت المية اللي داخل العبوة نفسها. نروح بقى لاخر اختبار واللي انت نفسك تقدر تعمله في المنزل. الاول وسعت لنفسي عبوات المية اللي على الترابيزة والساعة اللي انا حاططها طول الفيديو علشان المصداقية، وجبت 6 انابيب اختبار فاضيين، وبدأت افضي ال6 انواع بتوع المية بنفس الترتيب من اليمين للشمال، يعني اولنا على اليمين ليكو مولي الالمانية، واخرنا على الشمال مية الحنفية، وحطيتهم كلهم جوه الفريزر بتاع التلاجة
الثلاجة علشان نكشف مع بعض أيهم فعلا فيه مانع تجمد. وبعد حوالي ساعة فتحت الفريزر ولقيت درجة الحرارة 4.8 تحت الصفر، وميلت الست أنابيب اختبار مع بعض، لقيت الوحيدة اللي نزلت مية وما اتجمدتش هي اللي على اليمين بتاعت ليكويمول. استنيت كام ثانية كده يمكن حاجة فيهم تنزل مية، مفيش. رفعت الست أنابيب زيادة تأكيد، لقيت فعلا ليكويمولي هي اللي ما اتجمدتش وفضت المية كلها، والباقيين كلهم المية اتجمدت في درجة حرارة 4 تحت الصفر. استنى استنى، ما تقفلش الفيديو علشان في نقطتين لازم تعرفهم. النقطة الأولى هي الغلطة اللي أنا كلمتك عليها في أول الفيديو واللي ناس كتير بتقع فيها أثناء تغيير مية الريداتير. النقطة التانية هي إن كل التجارب اللي أنت شفتها دي أنا تجارب عملتها باعتباري مستخدم زي أي واحد فيكم، وحبيت أشارك التجارب دي معاكم من غير ما ألزم أي حد بأي حاجة. بمعنى الأربع أنواع بتوع المية قدامك أهم، اللي انت شايف ان هي هتنفعك اكتر استخدمها، اللي انت شايف ان هي هتحافظ على عربيتك استخدمها، ده قرارك وانت حر فيه. وفي نفس الوقت علشان الموضوع يكون محايد تماما، تحت الفيديو ده على اليوتيوب هكتب لك عناوين اماكن بيع المياه دي كلها، واللي هينفعك اكتر استخدمه، ده قرارك وانت حر فيه. خلينا بقى نتنقل للجزء العملي بتاع غلطة تغيير مية الريداتير. الطبيعي لما تيجي تغير مية الريداتير انك بتنزل المية القديمة وتقفل الطبة وتحط المية الجديدة، وهنا عندنا غلطتين. الغلطة الاولى انك ما عملتش غسيل وتنظيف لدورة المية قبل ما تضيف المية الجديدة، والغلطة التانية الكبيرة انك ما نزلتش كل المية اللي موجودة في دورة التبريد، لان البلوك بتاع المحرك لسه جواه لتر ونص مية ما نزلوش، وناس كتير جدا ما يعرفوش الموضوع ده. الاول قبل ما تنزل المية القديمة يفضل تضيف عليها منظف لدورة التبريد نوع تكون جربته ومتأكد من نتيجته. بالنسبة لي هستخدم ليكومولي لأن ليه قدرة عالية على تفتيت كل أنواع الاتساخات والترسبات اللي بتكون في مسار دورة المية، وبعد ما تضيفه تشغل الموتور لمدة نص ساعة على السلانسي وبعدها تنزل المية، وبعدها تضيف مية مقطرة وبرضه تشغل المحرك لمدة نص ساعة على السلانسي وبعدها تنزل مية الغسيل، وكده تبقى الدورة تمام ونطفت. نروح للمية اللي جوه البلوك بتاع المحرك، الناس كتير ما بتعرفش انها موجودة اصلا وما بتعرفش ازاي تنزلها. لاحظ ان انا هنا نزلت المية اللي في دورة المية كلها وشلت الطبق وحطيت طبق جديد فاضي، وهفك الخراطيم اللي راكبة في ترموستات الكوعة، وهفك ترموستات الكوعة واطلعها، وهجيب بلور هواء اي حجم مش هتفرق، وهلف على الفوهة بتاعته قماشة علشان تحكم اندفاع الهواء. للمرة التانية لاحظ ان انا نزلت كل المية اللي في دورة المية والخرطوم مفكوك. شوف بقى اللي هيحصل. كل دي مية موجودة جوه البلوك بتاع المحرك وناس كتير ما بتعرفش انها موجودة، وبتضيف عليها المية الجديدة وطبعا بتمتزج بيها وبكل الاتساخات اللي فيها. بعد ما بتقفل كل حاجة زي ما كانت، ولو سيارتك عمرها اكتر من 5 سنين يفضل تضيف مانع تسريب مع المية الجديدة، لان ده وظيفته ان لو ظهر عندك مشكلة تسريب للمية وانت مش واخد بالك فهو بيمشي مع المية لمكان التسريب ويسده من غير ما يأثر على اي حاجة في مسار دورة المية. لايك وشير للفيديو علشان الناس اللي عايزة تغير مية ريداتير وعايزة حاجة مضمونة وتعيش سنين وتحافظ على دورة المية في السيارة. وبعد ما تضغط على زر الاشتراك في القناة فعل اشعارات عن طريق الضغط على علامة الجرس. بكده اكون وصلت لنهاية الفيديو، ونكمل مع بعض الفيديو اللي جاي بإذن الله.